المعاناة من الماء، الماء الصالح للأسف، الماء الغير الصالح للشرب، لأن في هذا السيكتور بالضبط استثناو من دون السيكتورات هنا في مراكش، وعطاونا الماء المالح. وللأسف إلا كنا حنا كمواطنين تنحترموا كاملين، يما يكون عند مراكش كامل يما يعطيونا المحلول حتى حنا كاملين، ما يستثنيوناش. لا يعقل نعيش انا في مدينه مراكش اللي كتعرف حتى ل 50 درجه ديال الحراره، ونعاود نزيد حتى بشري الماء في ظل الارتفاع هذا الغلاء المعيشي. ما يمكنش لينا نعاود نزيد حتى الماء نشريه، نخلصوا الله راه ديما ونعاود نشريه. خصنا تزودنا بالماء الصالح للشرب، الماء المالح يشربوه هما، يعطيوه للموظفين ديالهم هما يشربوه. هاد الناس يحترموا الخطابات الملكيه ويحترموا القرارات اللي يتكلم فيها صاحب الجلاله ديال خدموا المواطن. الحمد لله راه الشتا صبات، السدود عاودوا عمروا. علاش بالضبط حنا تسنينا من هذا القنت حنا وسكنه العزوزيه والمسيره، ودابا جاي الصيف وانتم راه تعرفوا مراكش تيشد درجات الحراره اللي تنقولوا من 45 حتى ل 50 درجه. اذا الانسان تيكون تيكونسومي الماء اكثر من القياس من شهر 5 6 7 8 حتى 11 تتكون الكونسوماسيون على الشرب. اذا ينوضوا هاد الناس يتحركوا ويجتهدوا ويخدموا ويجيبوا لنا الماء الصالح للشرب. دابا غادي على واحد 8 شهور وحنا تنعانيو من هذا المشكل. عينا من راسل الجهات المعنيه، ولكن للاسف فولينا في هذا الوقت تنستنجدوا بالسلطات الرابعه اللي هي الصحافه مشكوره، لان المسؤولين للاسف الشديد، وانا تنحمل هنا المسؤوليه للسياسيين بالدرجه الاولى، لان الناس السياسيين اللي كانوا تيدوروا النهار الاول عندنا في الانتخابات، فهاد الوقت خصو يدوروا ويشوفوا المعاناه ديالنا، ماشي يبانوا النهار الاول ويخبروا. وراه هادشي راه ماشي مقوره، داكشي اللي كنعاني من هاد الماء دا راه مابقاش، ماشي ماء ديال الشريب راه، ولا غير الماء ديال ماشي تا ديال السياق، كون غنسيقوا به وغادي ولا فيه الريحه، فيه الخنز، فيه الوسمو، الله يكون فيه. وراه ما بقينا واش نشري، نخلصوا الماء في الدار راه ديما، ونخلصوا الوسمو ونعاودوا نشريوا البيلوات ديال الماء ونشريوا هذا، راه ماشي معقول. شوفوا من حالنا هادشي راه ماشي معقول، الملحه الملوحيه كل الخنز راه ما بقى حتى كلشي مرون فيه، ما ماشي ديال ماشي ديال الشعب. الا ما سقيناش ولا ما مشيناش لشي بير جنا منه الماء، راه ما كنشربوش الماء، ما كنشربوش حنا، انا ما يمكنش تشرب الماء، هذاك الماء ماشي ديال الشريط. دابا الا صبنتي بالحوايج راه كيبقى فيهم ريحه الخنز، ما عثر عليهم. راه كل مره غادي بهم للسبيطار، كل مره غادي بهم عند الطبيب، كلشي راه كل مره غادي احنا فيزيتا خلص هذا، ومع احنا نيت مرض بالقلب وهذا، وكنزيدوا حتى في هذا الشيء ديال هاد الميكروب هذا هو راه كاين. حنا مساكين تاع ازلي وكاين حي الزيكي هنايا، حنا الناس تاع مراكش تنعانيو من الماء بواحد الطريقه اللي صعيبه، اللي تنضطروا نمشيو بلايص اخرين اللي تلقاو فيهم بلي الماء مزيان ونقي. علاش زعما حنا هاد المنطقه ما فيهاش الماء مزيان ونقي، بلاصه اخرى نمشيو نزقوا منها؟ علاش حنا مالنا؟ علاش كاين هاد التفرقه وهاد العنصريه؟ حنا خصنا نكونوا بحال وكل ما بحال. ما تشربوش اخويا شيب هاكا تتقرب جيت كاس الماء صافي تتشبعش. احنا في رمضان وحق الله العلي العظيم، لا رمضان نسينا ما شرينا الماء، احنا ماشي نقولوا احنا كاع نسينا، احنا ما نكذبوا ما والو، ما عندناش حنايا، حنايا على قد الحال، حنايا مع هاد الصالة وهادشي اللي تزاد عاد بيت شري انت الماء. والله العلي العظيم كاس الماء حتى نص كاس الماء هو اللي صافي تتشرب، تتخرج في حالة تمشي تقصات اللي تصلي التراويح، فهمتي اللي من بلي تيخرج اللي تمشي للقهوة اللي تمشي للجردة، المهم كاس الماء نص كاس الماء ما تيفوتوش بنان. وانت عرفتي الماء هو اساس الحياة، وبنان خاصو يشرب الماء. اشنو زعما اللي ما استطعتو يشري الماء زعما اش يجي؟ نطلبوكم الله يرحم بها الوالدين، الله يجازيكم بخير، لا كان عندكم شي ضمير وشي احساس، شوفوا من جهة هاد الناس هادو اللي تيزقيو الماء راه حشومة وعيب وعارة، وراه ما راه ما استطاعهم يشريو الماء. هاد المسؤولين للاسف خانوا الله قبل ما يخونوا الملك. الانسان ملي تيدخل الوظيفه العموميه ولا اي وظيفه راه تيقسم حتى يخدم الصالح لهم ويخدم المواطنين، ولكن للاسف الشديد تيخدم مصلحته الخاصه وتيخلي المواطنين يعانيوا. وراه هكا غادي نبقاو تنعانيوا للاسف الشديد.